منطقه مسكرة هي منطقه جبليه كاينه في بلاصه بعيده بزاف. يعني اول مشكل من المشاكل اللي تتعاني منها مسكرة اول حاجه هي الترونسبور. يعني كاين الترونسبورات اول حاجه بعيده من الصباح. يعني مشكل الاول اللي تنعاني منه انا كمعلمه في هذه المنطقه، يعني ما تلقاش ترونسبور مثلا في اي وقت، يعني خاصك تفيق مع الفجر باش يديك. وثاني حاجه يعني الدراري اللي في هذه المنطقه حتى هما دوك اللي تيقراو في مثلا في الاعدادي والثانوي ولا الجامعات هما تيلقاو مشكل كبير في الترونسبور. يعني مثلا نهار السبت الاغلبيه ما تيقراوش في العشيه، تيجيو تغيبوا ديك العشيه يعني باش انهم يقدروا يطلعوا لبلادهم. و حتى التلاميذ اللي عندي انا في الروض كما تتشوفوا كاين ثلج بزاف، يعني فاش تيكون ثلج ما تيقراوش بزاف، والاغلبيه في هذه المناطق تيكون ثلج بزاف، يعني تتكون المده فاش ما تيقراوش تتكون كبيره بزاف، يعني ما تيقراوش مده طويله. وتل سميتو الامكانيات، يعني الملابس، يعني ما عندهمش الملابس بزاف، لا سميتو حوايج اللي يوقيو من البرد او لا العواد باش يشعلوا مثلا في الاقسام، ما كاينينش بزاف الحوايج تدفعهم انهم ما يكملوش قرايتهم. وحتى مثلا الا كاع صبروا لهذا البرد وقراو تيقراو حتى للسادس، اغلبيه خصوصا البنات، لا الدراري ولا البنات كلهم تيقراو حتى للسادس تيخرجوا. السبب اول حاجه هي ما كاينش مكان الايواء، واغلب الامكنه اللي كاينين في اسني يعني خاصهم يمشيو حتى لاسني، يعني مسافه تقريبا 17 كيلومتر ولا اكثر، يعني خاصهم يكون عندهم مكان للايواء في اسني. ولكن كاع الامكنه اللي كاينين تما عامرين، يعني ما بقاوش تيقبلوا، يعني كاع الدراري الاطفال التلاميذ اللي كاينين في هذه المنطقه تعانيو من الهدر، يعني تيخرجوا تيطلعوا حتى للسد صافي تيخرجوا، وعندهم يعني الحق ديالهم المدرسي محرومين منه. السبب ديالي اللي خلاني نخرج من المدرسه هو انني الاعداديه ما كايناش في ايميليل والطريق صعيبه كما كتشوفوا. السبب اللي خلاني كثر هو لقيت دار الطالب عامره، ملي مشيت قال لي راه ما بقاش ليك بلاصه، قال لي خصك تدفع، خصك تخلص الدوبل ديال داكشي اللي كنخلصو كل عام على حساب البلاصه. وصافي هادشي اللي خلاني نخرج من المدرسه، ودابا راه كنمشيو كنخدمو مره كنرجعو كيما البنات كيما كتشفتوها، راه ما ماشي حتى اللي هيه، يعني الطريق راه كيما كتشوفو راه صعيبه بزاف. خصنا الاعداديه كنطلبو من المسؤولين ديالنا ماشي ليا وانما الدراري ديال المستقبل يخصاوبو لينا الاعداديه في ايميليل قريبه بعدا. كوميم هي بعدا ماشي بحال كضرب الطريق حتى الاسني، هي ماشي الا ما كاينش كاع الطريق ما كاين ما دايزش الطريق تقدر تضربها على رجليك حتى الايميليل. المهم هو القرايه وصافي الواحد يقرا، وهذا الشيء اللي عندي ما نقوله. شكرا.